في الواقع بان بانه بعض المرات راه كنظلموا الحكومه ديال الاخنوش، وبان بان كنبالغوا في انتقاد بعض الوزراء اللي في الحقيقه هاد الوزراء يقومون بواحد الدور نفسي مهم، الا وهو انهم كيفوجوا على الشعب المغربي، بحيث رغم المشاكل اللي عايشين فيها الاغلبيه الكاسحه ديال المغاربه، يعني من بطاله، من غلاء المعيشه، الزياده في البوطه، الزياده في اللحم، الزياده في الخضره، الكلوزينات كيسدوا، الشركات تقذف يعني كل يوم بالاف المطرودين اللي يلتحقون بجحافل البطاله، الاضرابات في كليه الطب هذه تقريبا 6 شهور وما يزيد، ويهددون بسنه بيضاء الى اخره. بالرغم من هذه المشاكل كلها المغاربه الحمد لله كيجيو وزراء تينفسوا عليهم وتيفوجوا عليهم، وابرز وزير اللي يقوم بهذا الدور النفسي بين المتجاوزين هو عبد اللطيف وهبي وزير العدل. حنا كنعرفوا عزيز هذا عبد اللطيف وهبي، يعني بعيد تشكيل الحكومه ديال الاخنوش، يعني خلق واحد سابقه في المغرب انه احدث حقيبه غير وارده في الهندسه الحكوميه، الا وهي الحقيبه ديال التقاشر، لدرجه انه تسمي بوزير التقاشر. ونشوفوا يعني اشنو قال عبد اللطيف وهبي على هادشي ديال التقاشر. هذا الشيء ديال التقاشر في الحقيقه يعني راه اتهم به بطلانا يعني السي عبد اللطيف وهبي، مع الغوكيل دابا الان راه في الواقع يجب ان نشكر السي وهبي لانه احدث واحد تحول وديناميه ثقافيه واقتصاديه في البلاد بفضل هادشي ديال التقاشر. المغاربه ما بقاوش كيهتموا غير بالكرافطه ولا بالسلام ولا بالطربوش ولا بجدي ليبيا ولا بالبليغه، لا، ولا المغاربه كيهتموا ايضا اش غير يلبسوا في التقاشر، كيخافوا يتلاقاو مع شي وزير ولا وزيره ويوقفوا يقول لي اسمح لي المؤسسات الامنيه كلها تابعه ليا، حيت وزير العدل قالها، قال لك المؤسسات الامنيه كلها تابعه ليه، كتخليه يعرف اللون ديال التقاشر ديال بنادم. والمغاربه ولاو كيعرفوا يفكروا واش التقاشر متقوبين ولا ماشي متقوبين، اذا ولاو كيشوفوا واش اصورتي مع السروال ولا ماشي اصورتي مع السروال، اذا هادشي كله بفضل السي عبد اللطيف وهبي. نوصلوا فقط على مستوى الثقافي، حتى على المستوى الاقتصادي، الرواج دابا الان في البلاد وفي القيصريات وفي الحوانت، الناس ولا اقبال كبير على التقاشر، لانهم خصهم يبدلوهم وخصهم يتفنوا في لبس هاد التقاشر. وفي الواقع يعني راه هاد الوزير عنده يعني واحد الخصله اخرى، انه وضع يده على واحد الطابق اللي حتى واحد ما كان كيقدر يدوي عليه، الا وهو الشيء ديال اللوطيلات. حنا كنعرفوا يعني السي وهبي يعني اشنو قال على هادشي ديال اللوطيلات. بحال سؤال اخر، حيت تمشي للوطيل يقول لك واش انت مزوج ولا ما مزوج، كيطلب لك عقد الزواج باش يدخل في حياتك الخاصه، اعطيني السند القانوني اللي كيعطي هذا الحق. ما كاين، راه تو ولي كنقلب على هذه 20 عام ما لقيتوش. اذا اللي تيطلب هذه الوثائق راه مخالف للقانون، خصو يتبع قضائيا. من خلال هذا المقطع ديال الفيديو تيبان بان السي عبد اللطيف وهبي يعني كيخمم المغاربه وهز الهم ديالهم، وبان بانه من خلال المعطيات اللي توفرت ليه لان تابعه ليه، قال لك المؤسسات الامنيه، بان لي بان المغاربه راه خيطي بيطي في لوطيلات، وبان لي بان المغاربه راه لاباس عليهم والقدره الشرائيه ديالهم تعشات اللي ولاو معمرين لوطيلات، وبان لي بانه راه خصنا نزيدوا لوطيلات لان المغاربه ما بقاوش كافينهم هاد لوطيلات، لان الناس ولاو كيمشيو اغوغل لوطيلات. والحال حنا كنعرفوا بان الاغلبيه الصحيحه ديال المغاربه ما عندهم باش يمشيو لسباته ولا البير جديد، فاحرى انهم يمشيو للوطيل. يعني هادشي ديال اللوطيلات وديال قاعد الزواج في اللوطيل ماشي شي اجنده، علما انه راه انت ملي كتدفع الورقه ديالك ولا لاكارت ناسيونال ديالك، راه ملي كيبان تي البوليسي راه كيتعرف لي راه فلانه ايبوز ديال فلان ولا ماشي ديال فلان، ماشي في لاجنده هذا الموضوع، لان انت كوزير العدل بان بانك بحال متزعم مسيره في شارع محمد الخامس في الرباط ورافع الشعارات، والحال انك انت وزير عاطيك الدستور كل الموارد القانونيه والتنظيميه والتشريعيه باش تاخذ اخويا الستيلو وتكتب مذكره وتصيفطها جميع ارباب المؤسسات الفندقيه في المغرب، وتصيفط لوزيره السياحه، وتصيفط لوزير الداخليه، وتصيفط لقائد الدرك الملكي، وتصيفط لمدير الامن الوطني، ما فادوها، ما تبقاوش اخويا تطلبوا من عند الناس وثيقه الزواج، وكفى المؤمنين شر القتال. ولكن هذا السي عبد اللطيف وهبي راه السوابق ديالو لا تقف عند هذا الحد، راه اخرها هي انه جاب جوج في الماس، ونشوفوا شنو قال على هذا الشيء ديال جوج في الماس. علما انني لا يمكن ان استوعب شيئا، وان الذي كنت احصل على نقطه 2 على 20 في الماده الرياضيات. حتى الذين يحصلون على 2 على 20 يصبحون وزراء على كل حال. انا شخصيا ما متفقش مع الحمله اللي دارت على الوزير جاب جوج في الماس، لان التقارير اللي كتجيني من عند الاكاديميات ومن عند المديريات الاقليميه ديال التعليم ومن عند النقابات المختلفه ديال التعليم هو انه الناس ناشطه، ووقع واحد السولاجمو عند 8 المليون ديال التلاميذ والتلميذات. علاش؟ حيت التلاميذ ملي شافوا الوزير جاب جوج في الماس ولا وزير، وما بقاش عندهم ذاك الرهبه وذاك الخوف من هذه الماده ديال الماس، بل حتى الاباء والامهات ربحوا واحد الحصه ماليه ديال التقويه ديال الدعم، ما بقاوش كيجيبوا الاساتذه يقريو ولادهم الماس، لان سميتو الدراري ولاو كيقول لك انه خا نجيب جوج ولا نجيب ثلاثه
راه غادي نولي وزير حتى انا في الحكومه ووزير ديال العدله في المغرب. لا ماشي غنولي وزير العدل، غنولي وزير العدل ولاباس عليا حيت الوزير ديال العدل عبد الطيب وهبي قال لك السيد راه لاباس عليه وقرا ولده في كندا. نشوفوا شنو قال على ولده في كندا. ولدك استاذ نجح في الامتحان؟ نعم ولدك نجح في الامتحان. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال، با لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. إذن ها هو هنا كيبين لك السيدي بأنه راه لاباس عليه وباه، يعني اللي هو عبد اللطيف وهبي عنده الفلوس والإمكانيات باش تخلي ولده يمشي يقرا في كندا، لأن ولده عنده جوج إزاجات ماشي إجازات، عنده جوج إزاجات. سي نورمال يقول هذا الشيء وزير وهبي لأنه غارق، هو عايش في واحد لوبان ديال المال العام اللي لحد الآن المغاربة ما عارفينش المصدر ديالو. ولكن هذا الشيء ديال المال العام دابا الآن كتبان الحقيقة ديالو، لأنه غير مؤخرا أسبوعية الوطن الآن دارت واحد الغلاف مهم ديال أسباب سحب القانون ديال الإطراء الغير المشروع لي ولا الصداف تم في عهد اخنوش ووهبي. ووهبي عطى مبررات في البدايه ديال الحكومه الولايه الحكوميه، تيقول لك بانه لا راه حقا سنقوم بتجويد النص حتى نؤمن المراقبه على المال العام. والحل احنا الان دابا 3 سنين تقريبا داز ولم يقدم هذا المشروع ديال محاربه الاثراء المشروع. اذا معنى هذا ان الوزير العدل عنده يعني خطا على هذا الشيء ديال المال العام. وغنشوفوا شنو قال على هذا الشيء ديال حمايه المال العام. غير اللي جا كيدير واحد الجمعيه ديال المال العام، كيلقى اللي ما عنده جمعيه كيتكلم على ان عنده جمعيه وكاع ما عنده جمعيه، وتيقول جمعيه محاربه ولا الدفاع عن المال العام وكاع ما عنده جمعيه، ما عمرو دار جمعيه عام، ما عنده لا قانون لا والو، وكيتكلم بسميتو وكيدير شي وتيجي يدير الشكايات. سمح لي، اللي مسؤول على مراقبه المال ديالو اللي كيجي من الداخليه هو وزير الداخليه، وبناء عليه حنا ما يمكنش واحد يقدم شكايه ضد شي واحد الا اذا كان هذاك المصدر ديال المال من عنده وهو معطي ريالو كيتكلم وتيقول لك لا انا كذاك اعطى الضريبه، بس اعطى الضريبه تحسب اداره الضرائب. وبناء على اش قلنا؟ قلنا انه لا يمكن تقديم شكايه الا من طرف السيد وزير الداخليه. اذا هاد التصريح الخطير ديال وهبي كيبان بان السيد عنده مخطط ليس فقط لمحاربه اصدار قانون ديال الاطراء غير المشروع، بل عنده مخطط ديال منع كل مغربي باش يقدم شكايه ويشك ان مسؤول عمومي تلاعب او نهب او اختلس المال العام. والافضل من ذلك انه يستحمر المغاربه وتيقول لك لا حتى مغربي ما عنده الحق يدوي في هذا الشيء، لان الفلوس ماشي ديال باك ولا ديال مك المغربي ولا المغربيه، هذه فلوس ديال وزير الداخليه. علما ان وزير الداخليه هو غير مؤسسه، يعني الوزاره ديال الداخليه شانها شان باقي الوزارات، هي مجرد مؤسسه مؤتمنه على تصريف الشان العام وفق الضوابط المحدده في الدستور وفي النصوص التنظيميه والتشريعيه الجاري بها العمل في البلاد. وبالتالي من حق جميع المغاربه اين كانوا ومن حق تنظيماتهم المدنيه والحزبيه ان يترافعوا من اجل تحصين المال العام. علما ان الوزير نسى بان بفضل النضال ديال الجمعيات الحقوقيه والمدنيه دفاعا على يعني سلامه المال العام، واحد العدد ديال مسؤولين ووزراء وبرلمانيين ومدراء ديال المؤسسات العموميه يقبعون في السجون حاليا بسبب التلاعب واختلاس المال العام. ولكن سي نورمال ان الوزير يستحمر المغاربه، لانه في نظره المغاربه مجرد سلاقط ماشي مواطنين كاملي الاهليه لهم الحق في ان تكون لهم يعني اندر ودروغار على ما يجري في الشان العام. وين نشوفوا شنو قال على يعني على المغاربه في هذا الاتجاه. ايوا مزيان اش نديروا الناس بلادين في المدرسة دري أنت لدين قلبوا على بوال يبقى المغربي غادي تبعين 20 دري أنا ماني. يعني هاد التصريح ديال ان خصنا نديروا الحامض النووي باش نقلبوا النسب ديال المغاربه، وبان كل مغربي الا كان غادي في الزنقه راه غيتبعوا 10، يعني هذه اكبر سبه يعني تقال في حق المغاربه علانيه من طرف وزير ولا يتخذ في حقه اي اجراء. والمؤلم اننا نعيش على وقع واحد المحاكمه ديال واحد جوج شبان دي رابور مؤخرا داروا واحد الاغنيه تم تاويلها، يعني كل واحد كيفاش كيقرا الاغنيه، تم تاويلها على انها فيها خدش وايحاء وتحريض على الفساد وعلى الدعاره وكذا وكذا الى اخره. علما ان هؤلاء الشباب يعني قليل التجربه، وكما قلت يعني التاويلات تختلف من فئه الى اخرى. ولكن هذا القضاء قال كلمته في هذا الموضوع، ماشي هذا هو موضوعنا. الموضوع هو انه كيف ان وزير ليس فقط يعني بحال هاد المغنيين داروا اغنيه تم تاويله على انها تحريض على الفساد، بل هذا وزير كيتهم المغاربه كاملين ان اي مغربي خرج راه 710 ديال الوليدات اللي منتوج ديالهاش منتوج ديال الزنق، ومنتوج بمعنى ان المغاربه كلهم ولاد الزنق وان المغاربه كلهم ولاد الزنقه. حنا كنعرفوا بان المغربي او المغربيه اذا اتهم في الشارع العام بهذه الكلمه بانك ولد او بنت، ما بغيناش نقولوها باللغه الدارجه احتراما للمشاهدين، غادي نقولها غير باللغه المكسيكيه يعني انك منتوج ديال ولد الزنا. يعني كيفاش
سيكون رد الفعل داك المغربي او المغربيه. فما بالك وان وزير يتهم المغاربه كلهم بهذه التهمه الخطيره ومع ذلك مازال مستمر في الحكومه. غير هذه بحدها كافيه ليس فقط لاعفاء واقاله عبد اللطيف وهبي ومحاكمته حتى بل لاسقاط الحكومه ديال الاخنوش كلها. ولكن للاسف حنا في واحد البلد سميتو المغرب اللي فيه لا حساب ولا عقاب. طبيعة الحال يعني ان هاد وهبي يعني يتمادى في هاد القفشات يعني الحامضه لانه عنده مهمه قال لك انه غادي يغير التاريخ ديال الامه المغربيه. اولا نشوفوا شنو قال على تغيير ديال تاريخ الامه المغربيه. نحن اسسنا هذا الحزب لنغير تاريخ هذه الامه، وتغيير وضعيه المراه هو تغيير لتاريخ هذه الامه نحو الافضل. هذا الفيديو يعني ديال ان جينا باش نغيروا تاريخ الامه المغربيه كيبين بان هذا الوزير يا حسرته ورئيس السابق للحزب للاسف الشديد انه ما فخبروش بان المغرب يواجه احقر واشرس واكفس عدو في الشرق اللي هو الجزائر. وحنا كنعرفوا بانه في المواجهه ديالنا حنا كمغاربه مع العدو اللدود ديالنا اللي هو الجزائر ما كنتواجهوش معه عسكريا ولا دبلوماسيا، كنتواجهوا معه بالتاريخ. نحن امه ضاربه جذورها في التاريخ عكس اللقطاء ديال الجزائر، دوله يعني لا صنعتها فرنسا. في حين كتجي انت كوزير كتقول ان هذه الامه ما عندها تاريخ، وكتجي انت وكتضرب يعني كتمسح السباب ليكا بان هذا المغرب ما عندوش لا تراث مادي ولا تراث لا مادي. سير غير حل دخل اليونسكو وكليكي وشوف اللوائح اللي مسجله باسم تراث الانسانيه في المغرب سواء كتراث مادي وكتراث لا مادي، وستقف على الحقيقه ديال التاريخ ديال الامه. للاسف يعني هاد الجرائم اللي ارتكبها عبد اللطيف وهبي بقدر ما اننا تناولناها بشكل يعني مضحك ولكنها راها جرائم تدمي وتبكي كل مغربي ومغربيه. والطامه الكبرى هو ان الوزير مازال مستمر يعني في الحكومه ديالو في الدوله اللي كتحترم راسها. يستحيل ان وزير من هذا النوع يبقى على راس وزاره العدل او على راس اي قطاع وزاري. ولكن للاسف الشديد كما قلنا نحن في دوله ديال العقاب ولا مسؤوليه. والمغاربه يعني باش نرجعوا للتاريخ اللي كيتجاهلوا الوزير وهبي، المغاربه من المقولات التاريخيه الماثوره عندهم هو انه كيقول الله يجعل اخرنا احسن من الاول. والمغاربه مطمئنين لعداله السماء لان الله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، ما يمكنش يعذب المغاربه الجمرات. العذاب راه ما عاشوه الان في الارض مع الوزير وهبي ومن معاه في الحكومه ديال الاخنوش، وبالتالي الله هو الحق المطلق كما قلنا. يستحيل ان يواجهوا المغاربه بعذاب اخر في الاخره. والله يجعل اخرنا احسن من الاولنا.